تعاني من الهم؟ يا أخي مستحيل الإسلام أن لا يعطيك وصفة لكل شيء. أعطاك وصفة لضيق الصدر، أعطاك وصفة لخروج من الهم، أعطى وصفة علاج الزوجة، الطلاق، الإصلاح الاجتماعي، الديون. فليعقل أن الإسلام غض الطرف عن ضيق الصدر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال عند الكرب، يعني المصيبة، وقعت بي مصيبة، هي وقعت بي مصيبة، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، أعظم من كل مصيبة. حليم، لماذا تقول حليم؟ يصبر على ذنوبي، يصبر على ذنوبي، يعني أنا مهما أذنبت الله حليم علي سبحانه. فأنا كأني أقول: يا رب هذه صفتك، أنت عظيم فوق كل مصيبة، أعظم منها، وأنت حليم حتى لو كانت المصيبة بيدي. فقال عليه الصلاة والسلام: من أصابه كرب فقال لا إله إلا الله، توحيد العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، يملكها سبحانه، ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا ذهب عنه، بس خلاص. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لم يدع بها رجل مسلم. شوف، ما قال مؤمن ولا محسن، مسلم، تقول لا إله إلا الله. نعم يا شيخ، أقول لا إله إلا الله. ادعو بهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.